الهيئة المصرية للمساحة التابعة لوزارة الري بتحديث المواصفات المساحية وإنتاج الخرائط بما يتماشى مع التقنيات الحديثة في مجالات المساحة والتخطيط. وتعمل الهيئة في هذا التطوير بالاستفادة بالتجارب والخبرات الخارجية المختلفة لدعم مشاريع التنمية في مصر. المزيد في الحوار التالي للزميل عاطف عبد الشافي مع المهندس علي المنوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة. ما هي آليات تعظيم الاستفادة من التجارب والتقنيات الحديثة الدولية في مجال أعمال المساحة؟ إحنا فعلا في الفترة الأخيرة ارتئينا أن هناك العديد من الجهات بتعمل في مجال العمل المساحي وإنتاج الخرائط المساحية. الأمر أصبح هناك بعض المشاكل في مثل هذه المواصفات، في حين ان القرار الجمهوري اللي صادر بشان انشاء هيئه المساحه كان بينط على ان الهيئه الجهه الوحيده المنوط بها اصدار الخرائط المساحيه ومتابعه اصدارها. فمن هنا كان في تنسيق مع دوله رئيس مجلس الوزراء، وصدر كتاب دوري لجميع الجهات الحكوميه التي تقع تحت تصرف المال العام، فإنه يكون إصدار مثل هذه الخرائط نابع من هيئة المساحة أو من الجهات اللي هيئة المساحة بتقر أهليتها وكفائتها لإنتاج هذه الخرائط، على أن يتم اعتماد هذه الخرائط من هيئة المساحة. وشكلنا من خلال هذه التعليمات لجنة، اللجنة دي حرصنا أن تضم في عضويتها جميع الجهات اللي بتعمل في هذا المجال، وفي صدارة هذه الجهات إدارة المساحة العسكرية مع المساحة المصرية، مع أساتذة من كليات الهندسة، مع بعض من المكاتب المتخصصة. بشمهندس علي، ما هي أوجه التعاون بين الهيئة المصرية العامة للمساحة والجهات والأجهزة المعنية بالدولة لتحقيق التنمية في مصر؟ بلا شك جميع الجهات المعنية اللي لم تكن الوزارات بأكملها والهيئات الخدمية والاقتصادية، هناك أطر وأسس للتعاون ما بيننا وما بينهم. أي مشروع بيتم إنجازه والبدء في تنفيذه بيلجأوا في بدايات الأمر لهيئة المساحة للتعرف على كينونة هذا المكان وموقعه ومدى تماشيه أو تعارضه مع بعض الجهات الحكومية الأخرى أصحاب الولاية. يعني بيطمئنوا من هيئة المساحة لتبعية هذا المكان، يليها الأعمال الرفع المساحي، وبتختتم أيضا بأعمال التسجيل، لأن وقت الإشهار والتسجيل هذه العقود وهذه الأراضي لابد من أن يكون هناك وبالفعل دور بارز لهيئة المساحة بالتنسيق مع الشهر العقاري ومصلحة الشهر العقاري. فجميع الجهات بتتعاون مع هيئة المساحة من خلال بروتوكولات أو تنسيق تام على أعلى مستوى ما بين هذه الجهات. وغدا إن شاء الله يتجدد اللقاء وأخبار بلد.